بسم الله الرحمن الرحيم. إن الرجل يكثر ماله، فأول ما بكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة، إنما لغاية في المتعة. فيها العافية، فيها العافية، فيها العافية. ولا ما في عليه شيء شيخ؟ يعني بتريد تصرفه بالحرام؟ لا، ما مش لازم الغاية. مباح، نعم. ما في عليه شيء. ابدا ما عليه شيء. طيب، لكن نحن نامره بان يضم الى هذا المباح مستحب، هو ان يكثر سواد امه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثر اجر عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا.